هي بنتكلم على التغيير الكبير اللي موجود في توجهات الصحافة الروسية بشكل عام فيما يخص الحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. المتابع للصحف الروسية الحقيقة كان ليها تاريخ ممتد جدا في دعم القضية الفلسطينية في الحقبة السوفيتية. تغير كبير جدا حصل في بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وعلاقات دبلوماسيه مع اسرائيل وحياديه في الاعلام الروسي تجاه يعني بالعرض على التواصل مع اسرائيل والتواصل مع فلسطين. التصريحات الفلسطينيه بتنشر، التصريحات الاسرائيليه بتنشر. الفتره الاخيره تغيير كبير جدا في صالح القضيه الفلسطينيه. أنا يعني برصد لحضراتكم وللسادة المشاهدين إنه في موقف إيجابي جدا من في الصحف الروسية الحقيقة والإعلام الروسي بشكل عام النهارده. القنوات الروسية بشكل عام كلها نقلت الصورة بشكل يعني صادق جدا. المشاهد العنيفة اللي بنشوفها النهاردة على شاشاتنا في التلفزيون المصري احنا شايفينها بالفعل مباشر من غزة، الشاشة قدامنا بتنقل مشاهد من غزة. بالضبط، يعني التلفزيون المصري طبعا موقفه الرائد في المجال ده طبيعي جدا. طول عمر الشعب المصري مساند وداعم للقضية الفلسطينية. روسيا النهاردة موقفها في نفس الخندق الواقفة في مصر. الحقيقة الإعلام الروسي متعاطف جدا مع الشعب الفلسطيني بحديث كبير عن الحرب الإبادة، عن التجاوزات الإسرائيلية غير المسبوقة، عن تحدي إسرائيل للعالم. النهارده المواطن الروسي بيشاهد مقالات فيها بوضوح كبير جدا موقف من الاعتداءات الاسرائيليه والتصرفات الاسرائيليه الهمجيه الحقيقه اللي موجوده في غزه النهارده. لاول مره اشوف لغه فيها هجوم عنيف على اسرائيل وعلى التصرفات الاسرائيليه في فلسطين. يمكن ده ما كانش موجود الفترة اللي قبل كده، كان في حيادية شوية ان انا ممكن انشر ما ينشر من الاعلانات الاسرائيلية وما ينشر من الجانب الفلسطيني ايضا. الموقف الحيادي دوت الحقيقة اختفى في الفترة الاخيرة خلال 39 يوم دولت، واضح بدأ يتزايد تحديدا في الفترة الاخيرة. يمكن حتى في البداية كان في ما يعني تناول الاعلام الاسرائيلي والاعلام الفلسطيني بحياديه ايضا، لكن بدات الميزان يعني يتغير في صالح القضيه الفلسطينيه نتيجه حرب الاباده وارهاب الدوله اللي بتمارسه اسرائيل النهارده وتحدي العالم اللي موجود. المواطن الروسي النهارده بيشوف مقالات واضحه وصريحه.